بسم الله الرحمن الرحيم، يوم جديد وأمسة متجددة وحلقة جديدة في برنامج كرتنا على فضائية السودان الآن 24 على امتداد بثنا في جميع أنحاء العالم. تحية الحب والاحترام والتقدير والمحبة لكل الذين يتابعون هذا البرنامج اليومي الذي يعني بالشأن المحلي والعربي والعالمي ويغطي جميع مناشط المهجر السوداني. كالعادة ترحيبي بعد الجمهور والمتابعين لضيفي داخل الاستوديو. ضيفي مدسر فتح الرحمن، احد اميز محللي برنامج كورتنا ورجل دائما يعني عرف عنه بالتحليل الموضوعي والتفكير خارج الصندوق. مدسر مرحبا بك محللا لهذا اليوم في برنامج كورتنا. مرحبا بك اخ مصعب ومرحبا بالساده المشاهدين عبر برنامج كورتنا فضائية السودان الان 24. وعبرك التحية للاعب السابق رمضان جبارة والمدرب الحالي والناشط في رياضة المهجر السوداني هنا على مستوى الرياض المملكة العربية السعودية. رمضان مرحبا بك محللا في حلقة اليوم. مرحبا بالأستاذ مزعب والأستاذ مدسر ومساء الخير على المشاهدين، وإن شاء الله نقدم للمشاهدين حلقة توفي بوعودها بإذن الله. وكالعادة القطار ينطلق بالعناوين. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، حلقتنا اليوم زاخرة وعامرة بالعديد من المواضيع والأحداث الرياضية. عندنا الحدث الرياضي الأبرز على مستوى الساحة السودانية اللي هو الهزيمة القاسية والمذلة التي تلقيناها اليوم أمام منتخب الجزائري الرديف برباعية في استهلالية مشوارنا في مونديال العرب في المجموعة الرابعة. عندنا حنتكلم بعد مباريات المجموعات أو مونديال العرب بشكل عام، مباراة الأخضر السعودي أمام المنتخب الأردني اليوم ومنتخب المغربي أمام المنتخب الفلسطيني. سنتابع مباراة المنتخب المغربي مع الفلسطيني التي تجرى أحداثها الآن. ثم سنعرج الحديث عن الدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة 14، ونعرج الحديث عن الدوري الإنجليزي. ثم سنتحدث عن حظوظ الهلال والأهلي المصري والجزر الإماراتي في كأس العالم للأندية قبل أن نتحدث عن استحقاقية من فاز بجائزة بالاندور أو الكرة الذهبية الأسطورة ليونيل ميسي. طيب نبدأ بحاجتنا المحلية، والمحورنا الأول المنتخب السوداني. مدسر أنا أبدأ بك، البطولة العاشرة على مستوى العرب، منتخبنا يعني ما في حد كان متفائل لدرجة إنه ممكن نجي نقدم حاجة أحسن من كده، لكن ما حدث اليوم محبط لدرجة بعيدة وهزيمة مذلة من منتخب رديف، والقاعدة الرياضية في السودان عاشة قمة الإحباط يا مدسر. نعم والله، هو في العموم نتيجة المباراة بغض النظر عن إنها كبيرة جدا، أنا بتكلم عن إنه الشكل اللي قدمناه في المباراة. نعم ده بيقودنا لإنه هل إذا كان ده منتخبنا الأول كيف حال باقي المنتخبات؟ إذا تكلم عن المنتخبات معظم المنتخبات مشاركة بالمنتخبات الرديفة بالنسبة لها، فبخلاف إنهم يتهزموا 4-0 نتكلم عن التركيز في المباراة، نتكلم عن التفاصيل الفنية في المباراة، والشيء الشكل الفني نتكلم عنه باختصار ما في المباراة، أخطاء تمرير، أخطاء تمركز، أخطاء تغطية، أخطاء بالجملة في كل مراحل المباراة. ما في مرحلة من السوء الفني أسوأ من إنه أنت طوال 90 دقيقة تسدد مرة واحدة على المرمى اللي هي ركلة الجزاء وتمت إضاعتها. فده الحال، ده الجزء الفني بالنسبة للمباراة. الجانب الإداري يمكن للحديث، أصبح جهرا زي ما يقولوا عن الترهل في البحث الإدارية، عن الفوضى الكبيرة في الفندق المغيب في المنتخب، والتواجد الكثيف لشخصيات ما عندها علاقة بالمنتخب، دي أكيد بتأثر على الجانب الذهني. بالنسبة للاعبين، نعم اللاعبين ينقصهم التكوين، ينقصهم، لكن انت في النهاية تمثل البلد. جميل مدسر، كلامك جميل. رمضان، عشان ما يقولوا انتوا جايين بس تنتقدوا او تكسروا المقاذيف، هل ما حدث اليوم يسر عدو او صديق؟ والله يا استاذ مصعب، ما حدث طبعا لا يسر عدو لا يسر صديق. في النهاية يعني دي حدود إمكانياتنا من ناحية اللاعبين، من ناحية بتاعت الإدارة، التخبط العشوائية في إعداد وإدارة المنتخبات، وحتى على مستوى يعني البعثة
يعني شيء مخجل جدا جدا. انت تيجي ببعثة فيها 60 فرد، 27 لاعب وسبعة لاعبين، والباقيين ما عندهم سبعة إداريين، والباقيين ما عندهم علاقة بالمنتخب. على حساب مين والكلام ده، وعلى على على راحة اللاعبين وعلى استقرارهم في الفندق وكده. فكانت بالنسبة لنا وصمة عار يعني، وحاجة مخزية يعني، ما أنا ما أعرف يعني، قمة العشوائية وقمة الاستغلال يعني. بالضبط كده. جميل. أنا رمضان برجع لك في الفوضى الإدارية، لكن يا مدسر كده نأخذها نمشي في المستطيل الأخضر. المنتخب السوداني أمام منتخب الجزائر الرديف، الجزائريين ما جابوا الجيش بتاعهم كامل زي ما بيقولوا، أو المحترفين أو اللاعبين الأساسيين اللي حتشوفهم أنت في نهايات الكان اللي بعد شهر، أنت برضو حتمثل كمنتخب سوداني بهذا الشكل كده. خلينا ندخل في المستطيل الأخضر وتكلم لنا عن ما حصل باستفاضة، خذ راحته. نعم، نتكلم عن المنتخب الجزائري، ممكن نتكلم فنيا عن المنتخب. جميل. الجزائري. عن المنتخب السوداني فنيا ما في شيء يتكلم عنه بكل ما، أنا ما عندي حاجة يتكلم، ما شفت أي شكل فني. هم 11 لاعب داخل المستطيل الأخضر يمثل المنتخب السوداني. أنا شخصيا أقول بكل وضوح، نعم نحن عندنا مشاكل حق التكوين ومشاكل وألف مشكلة تكلمنا عنها، لكن أنت تمثل المنتخب السوداني، أنت تمثل رمزية بلد، شعار البلد دي رمزية بالنسبة لنا، زي السلام الوطني، زي حاجات كثيرة، زي أرضنا، زي التفاصيل كثيرة بالنسبة لنا. إذا كان بتكون أنت قادر تمثل بنسبة 100% تجهز نفسك وتمثل، ألبس شعار المنتخب. ما عندك القدرة أنك تكون جاهز فنيا وبدنيا وتكون مركز على أساس أنه تقدم أقصى ما عندك للمنتخب الوطني، سلم التيشيرت حقك وقول أنا ما بقدر أشارك، لكن تدخل جوا الميدان وتتخاذل، ما تتوقع إنه مثلا حنلقى لك أعذار أو نفتش لك أعذار. تكلمنا عن الأعذار كثيرة مسبقا، لكن بخلاف المشاكل الأصلا نعاني منها من تكوين من غيره، واضح جدا غياب الروح في المنتخب. نحن منتخبنا مشاكل التكوين اللي بنتكلم عنها والتفاصيل الكثيرة والإخفاقات الإدارية دائما كنا بنعوضها بالروح. شاهدنا الحاجة دي أمام المنتخب الغاني، شاهدناها أمام المنتخب الجنوب أفريقي، كلها منتخبات أفضل مننا. المسألة دي غايبة حاليا. ليه؟ ده تساؤل أنا أعتقد أنه أكبر من أنه يجب عليه الاتحاد العام. تساؤل يتوجه لوزارة الشباب والرياضة، وزارة الشباب والرياضة المفروض تنظر في موضوع المنتخب. إذا كان في مشاكل في المنتخب ما يقدر يحلها الاتحاد العام ومدرب المنتخب، جمدوا النشاط الرياضي في السودان. اصلا عندنا الف مشكله بخلاف كره القدم، خلوا كره القدم نجمدها 5-10 سنوات لحد ما امورنا تستقيم، بعدها نرجع نلعب كره بدل ما تمثل باسم السودان ونشوف. يعني انا دخلت على هاشتاج في تويتر عن المنتخب السوداني، انواع الاساءات وانواع التقليل، ما في داعي. بكل بساطه يعني يا يعني يكون عندنا منتخب يمثل بروح وبصوره كويسه او ما يمثل. جميل. طيب رمضان مدسر اتكلم بحرقه طبعا من واقع حبه ودافعه وطنيته العاليه. اي سوداني يغير الوضع الحاصل للمنتخب ده ما بيعجبه، بالذات يعني اللاعبين هم يكونوا خيره اللاعبين اللي بيلعبوا في قمه الكره السودانيه، اللي بيلعبوا في الهلال والمريخ، اللي بيمثلوا افريقيا. فالليلة كانت يعني أخطاء كارثية يعني، من حراسة المرمى لقلبية الدفاع للعيبة الوسط، في كرة من الكرات معكوسة وسط خمسة متمركزين داخل خط ستة في مرمى المنتخب السوداني، جمال بن عمري بيحرز هدف بين ثلاثة لاعبين، والثلاثة لاعبين كل واحد بينه وبينه نص متر. يعني ما أنا ما أعرف، ما في مدرب، ما أنتم ما نلعبوا داخل 18 في العكسيات يعني، أهداف بدائية. نعم. والهدف الأول برضو خطأ واضح للحارس أبو 20 يعني. طلوع أيوة أيوة. الكرة اللي تمررت بالغلط. الكرة اللي تمررت بالغلط وتبع الخطأ بتاع أبو 20. فيا مصعب الشغل ده طبعا وضع نتاج طبيعي للفوضى اللي نحن فيها. في الخيارات، في المعسكرات، في التجارب، في البرنامج الطويل المدى لإعداد المنتخب، في التنشئة بتاعت اللاعبين منذ الصغر. فواضح انه يعني احنا بنشتغل لاشياء كثيرة جدا جدا، واحنا ما زلنا يعني نبدأ من الصفر، نختار 10 سنوات برنامج قصير المدى 5 سنوات، نكون لنا منتخب نعتمد عليه من سن 10
11 12 13 سنة ونلعب لمنافسات بتاع البطولات بعد 10 سنوات. ما عيب نقفل الكورة محليا ونكون في المحلية بتاعتنا دي ونحن شغالين في في آي آي نعمل برنامج بتاع إعداد يكون طويل المدى. فممكن كده نخرج من الكبوة بتاعتنا دي ونقدر نعيد اسم السودان لسيرة اللولة. ولكن بالعشوائية هذه فرق تجي تشارك وتمشي تجيف وتاني تجي منافسة قبل أسبوع ثلاثة أسابيع يختاروا منتخب ويجي لعب ده ما بيفي بالغرض وما بيؤدي لأي شيء. فالوضع كارثي حقيقي يعني. طيب ده تمثيل باسم البلد يعني. أنا بتقمص دور واحد مسؤول في الاتحاد السوداني لكرة القدم محمد دسر بقول لك أنتوا قاعدين تنتقدوا كإعلاميين في منصات وعلى مستوى ما عارفين الحاصل في المنتخب إيش موارد الصرف فيها كيف. خليك من ده كله بجي بقول لك يا محمد دسر أنا يوم الليلة أنت ما كنت بتمثل ما كنت بتظهر في النهايات الكبيرة دي 200 أنت جيت نهايات كأس العالم جيت الكام 200 آخر مرة كم. فأنا جبتك أنا بمجهودي البسيط بفيلوت الرجل حتى قاعد تنتقده أنا وصلتكم يا مدسر كذا رد لي الكلام ده. أنا أرد عليك أنت نعم. أنا مدعو للحلقة دي معك نعم. خلاص ما في قلم نعم. ممكن أجي داخل الحلقة وأقول لك والله أنا شغال بدون قلم وأنا عادة بكتب بسخبة كثير عشان أكون مركز خلاص نعم. وممكن أنا من برا أقول لك لو ما جبت لي قلم أنا ما خاش جيب لي قلم والله ما بخش نعم. دي مسؤوليتي إنه طالما أنا بقول الكلمة للمشاهدين المفروض أكون في كامل تركيزي ما متوفر قلم أقول لك ما في قلم أنا ما بيشتغل ده بالنسبة للاتحاد العام. يا إما يكون عندهم ميزانية يجهزوا لمنتخب كويس من إعداد من تفاصيل من مدير فني من غيره أو يقولوا نحن بالميزانية دي وزارة الشباب والرياضة الميزانية دي ما كافية لأنه نمثل بمنتخب يشرف السودان لكن ما تمشي تمثل بمنتخب يمثل باسم السودان هزيمة مذلة شكل سيء جدا ما نتكلم عن الهزيمة فقط أخطاء بدائية منتخب ما قادر يلعب ثلاثة تمريرات سوء فني كبير تفاصيل كثيرة عايشناها المشاكل حقة البحث الإدارية اللي بتكلموا عنها في الفندق دي ما بتحصل إلا عندنا نحن يا يكون في منتخب بشكل يكون منتخب معروف والله العكل بيحصل في الهلال والمريخ ما بيهمنا كثير يواصلوا في تمثيلهم الأفريقي ويتهزموا ويطلعوا من الدور الأول زي كل مرة في النهاية الهلال والمريخ قرارات إدارية بالنسبة للمنتخب الوطني على المدى القريب قدامنا الأمم الأفريقية مليح جدا بالنسبة لوزارة الشباب والرياضة إنه يستدعوا كل المحترفين نعم لنهاية الكان كل المحترفين ياسين حامد هاني مختار محمد عيسى أبو بكر عيسى أسامة من الدوري الأسترالي محمد حسين الضو لو في إمكانية محمد الضو من الفتح السعودي لو في إمكانية يستفسروه أي محترف أنا متأكد إنه بيكون عنده أفضلية نسبية من اللاعب المحلي من اللاعب المحلي باستمرارة الدور باستمرارية الدولية الدوريات بالعقلية في المستوى اللي بيلعبوا فيه وبيكونوا أفضل ده على المدى القصير تجهيز لبطولة الأمم الأفريقية بعدها المفروض يكون عندنا تخطيط زي ما قلت لك يكون عندنا تخطيط على المدى البعيد مدارس سنية ابتعاس تخاطب أندية عشان تعمل أكاديميات في السودان والله ما عندك الإمكانيات لأنه تعمل الحاجة دي زي ما أشار الأخ رمضان جمد النشاط في السودان نكون قاعدين في محلياتنا دي شباب وناشئين وأشبال لحد ما يكون عندنا قاعدة كويسة نقدر نشتغل عليها لكن في الوضع الحالي التمثيل في كل المناشط بك عبارة عن عبء على المواطن السوداني بيستقبل الإساءات في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب المشاركات الضعيفة بالنسبة للمغترب اللي بيواجه الناس في الشارع ويسمع كلام المفروض يسمعه بسبب حاجة المفروض تكون مصدر فخر نعم والكلام ده بيقودنا لخيبة أمل الجمهور اللي تواجد بكثافة يعني السودانيين نحن بنحب الكرة حب شديد يا متسر يعني تخيل الاستعداد في قطر الجمهور السوداني هو الجمهور الأكبر الكثيف المتعطش المتحفز يعني شوف الناس احتفلت بضربة جزاء بركلة الجزاء رغم إنهم متأخرين بأربع أهداف فتخيل إنك تصيب جمهور بهذه الكمية وبهذا القوة والألغ بخيبة الأمل الكبيرة دي نعم. وحيحضر الجمهور المباراة الجاية حيحضر بنفس القوة وحيتمنى الأفضل خلاص لأنه شايفين إنه ده واجبهم تجاه شعار البلد وتجاه البلد خلاص البلد فيها شباب قدموا تضحيات كبيرة من ديسمبر 2018 وصولا ليوم أمس نعم خلاص
حقه أي إنسان يمثل البلد في أي منبر في أي نشاط يكون عنده المسؤولية إنه يكون قدر التمثيل حق البلد. البلد قدمت عشرات من الشهداء عليهم الرحمة. طيب أنا رمضان دار أمشي للمنتخب الجزائري. الجزائريين في المجموعة ربما أغلى قيمة سوقية حاليا حسب الإفادات الصحفية مع المنتخب المصري اللي حنلاقيه ونحن المباراة الجاية يوم السبت، ثم أخيرا المنتخب اللبناني. كذا دار نتكلم عن المنتخب الجزائري وحنمشي لمباراتنا مع مصر الجاية. نعم المنتخب الجزائري طبعا كرة بتاعت شمال أفريقيا دي كلها كرة متطورة وكل الناس بينشطوا في الدوريات الأوروبية يعني كرة من طراز فريد يعني ما 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 كرة بدائية زي كرة حقتنا دي. فالمنتخب الجزائري بقيادة المدرب مجيد بوقرة واللاعبين لا 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 يعني حتى زي ما انت قلت ما جابوا لنا الجيش كله ناس رياض محرز فلا جابوا لنا اللاعبين اللي بينشطوا في الدوري السعودي واللاعبين اللي بينشطوا في الدوريات القطرية وعلى بعض المحليين اللي بيلعبوا في الدوري الجزائري. ففريق منظم تكتيكيا، فريق بيعرف كيف بيعرف بيطلع الكرة كيف بيضغط يستخلص الكرة. المنتخب الجزائري يمكن يكون من الفرق المرشحة القوية جدا انها تفوز بهذه البطولة. فنحن في منتخب السوداني طبعا هو في العشوائية بتاعتنا دي والعك الكروي المدرب فولد وخالد بخيت على طول المباراة يمكن كانوا جالسين وبيشوفوا الشيء اللي بيحصل حتى يعني ما قاموا بواجب التوجيه للاعبين داخل الملعب. فيعني كان أنا تشوف منتخب ما كان رمضان أيوة. كرأي شخصي ما بلومه أنا لا فيلود لا خالد بخيت. أنا إذا في أشباه لاعبين أمامي في الملعب يعني أطلب من فيلود تضايق تكلم تضجر زعل ما خلاص ما في يد خلاص حاجة. أنت عندك اللعيبة دي بيلعبوا ليك من الدورة التصفيات كأس العالم ويمكن ما نجحوا معاك أغلبيتهم يعني أنت خسرت 3 مباريات وتعادلت في مباراتين وطلعت من المنافسة بتاعت كأس العالم بخفي حنين. حاول جدد شوف الناس شوف مع الخلل بتاعتك أنت من خلال المباريات بتاعت الذهاب والإياب اللي تلعبت في المغرب هذه أنت بتكون عرفت خللك وين بتكون عرفت محتاج لها خانات تحدد الخانات اللي أنت محتاج لها تستجلب لاعبين محليين من داخل البلد تشتغل عليهم. فيعني ده شغل إزعافي رغم إنه هو شغل إزعافي لكن أفضل لك من أنت تجي بنفس المجموعة اللي عدت لك للدور تصفيات كأس العالم وتجي ونبدأ في شيء جديد بنفس المستوى ده وبنفس التخبط ونفس العشوائية. جميل يا مدسر تحت الهواء أنت قلت لي أضعف منتخب ظهر حتى الآن في مونديال العرب منتخب السوداني. نخلي ضعف المنتخب السوداني على جنب لأنه ده واقع ولازم نعيشه. كذا نتكلم عن المنتخب الجزائري والفرق المرشحة من مجموعتنا. نعم المنتخب الجزائري بداية من كابتن مدير المنتخب الفني اللي هو مجيد بوقرة. نعم. مجيد بوقرة كلنا شاهدنا مجيد بوقرة مدافع عن المنتخب الجزائري بالرقم 2 في كأس العالم 2014 يعني قبل لاعبا نعم 6 سنوات 6 7 سنوات. ده بيوضح لك فارق الفكر الفارق الزمن الكبير في الفكر بيننا وبينهم. مجيد بوقرة أنا بالنهار أثناء المباراة وقال لي في مواقع التواصل الاجتماعي عنده صورة مع موريسيو ساري المدرب الإيطالي المشهور مدرب لازيو حائل لين وكان مدرب نابولي. يعني في فترة 5 سنوات دي الراجل ده دخل لدرجة إنه يكون في الجهاز الفني لنابولي مع موريسيو ساري. 5 سنوات كانت كافية جدا إنه يكون مساعد للمدرب في حين إنه في عدد كبير جدا من اللاعبين السودانيين قدراتهم التكتيكية وهم لاعبين لو لقوا التأهيل الكويس كان ممكن يقدموا لك الإضافة. ده ما حصل. المنتخب الجزائري مرشح بشكل كبير جدا بناء على الأداء اللي قدمه بناء على الإمكانات الفردية للاعبين الاستقرار أصلا الكبير اللي بيعيشه المنتخب الجزائري. يعني نتكلم عن أسماء كبيرة جدا يعني أنت تخيل إنه الليلة بغداد بنجاح هلال سوداني سفيان بن دبكة في أسماء زي بلايلي ما بده المباراة وما شارك في المباراة نهائيا جمال بن عمرو بولحي أسماء كبيرة جدا رغم إنه نتكلم برضه عن غياب أسماء كبيرة زي رياض محرز سعيد بن رحمة رامي بن 70 لاعب بروسيا مونشنغلادباخ أسماء كبيرة جدا ومؤثرة جدا لكن
التكوين السليم، القواعد السليمة في كل دور، عندهم لعيبة، عندهم عدد كبير من اللاعبين، عندهم القدرة إنهم يشاركوا بمنتخبين في البطولة دي، والمنتخبين ممكن يصلوا كحد أقصى لدور الثمانية أقل شيء. فهذه الإمكانات الكبيرة والفوارق الكبيرة. المنتخب الجزائري مرشح بشكل كبير بعد الأداء اللي قدمه، بغض النظر عن سوء المنتخب السوداني، في منتخبات تانية قدمت مستويات كويسة، منتخب الإماراتي قدم أداء كويس أفضل نسبيا من ما يقدمه في تصفيات كأس العالم، المنتخب العماني أيضا منتخب متطور جدا، ففي تنافس كبير جدا في عدد من المجموعات. المنتخب السعودي واضح للجميع أنه الفكرة من المشاركة شنو المتوقع من المنتخب، ويمكن فيه جزئية حنتكلم عنها بالتفصيل عن المنتخب السعودي ما دارين نتكلم عنها، لكن بشكل واضح جدا حاليا من مجموعتنا حيصعد المنتخب المصري والمنتخب الجزائري كمصدر للمجموعة حسب توقعاتي. المنتخب الجزائري مرشح أنه يمشي بعيد جدا في البطولة بكل تأكيد. طيب رمضان، المنتخب المصري فاز بصعوبة بالغة، صعوبة يعني كلمة بالغة دي خد فيها تحت خطين، على المنتخب اللبناني اللي دائما نحن كنا نتكلم انه الحلقة ممكن تكون اقرب او الاضعف في المجموعة اللي ممكن يعني نحن لبنان، لكن مشوار المنتخب اللبناني في التصفيات الآسيوية مشوار مشرف. اليوم لعبوا كرة صعبة، كرة قوية، دخلوا احرج المصريين، لكن المنتخب المصري بواقعيته وقيمته الفنية استطاعوا أن يعبروا بهدف محمد مجدي أفشة. المنتخب المصري أنا يمكن حضرت منه أجزء كثير المباراة دي، عانى معاناة شديدة في أنه ينتصر على المنتخب اللبناني، الفريق المنظم، الفريق اللي بيلعب كرة حديثة اللي بينتشر انتشار سليم، أحرج المصريين في كثير من لحظات المباراة، خبرة الفراعنة بقيادة حجازي ومحمود الوينشي والحارس المتألق الشناوي، قدرت يعني في الربع ساعة الأخير من المباراة قدروا ينتزعوا من ضربة جزاء يمكن تكون مشكوك في صحتها هدف الفوز. فالمنتخب اللبناني ما هو الحلقة الأضعف، فريق السودان هو الحلقة الأضعف في هذه البطولة، في البطولة كلها وليس في البطولة كلها. نعم، فريق السوداني هو الحلقة الأضعف، الفريق اللبناني فريق منظم، فريق بيلعب كورة ممتازة جدا، فريق بيلعب بتاكتيك. طيب حظوظنا مع المصريين مباراة يوم السبت؟ نعم والله حظوظنا مع المصريين والمباراة هي يوم السبت، نتمنى انه احنا لو قدرنا ننتزع من المصريين التعادل نكون احنا حققنا انجاز بالمستوى اللي انا شفته الليلة ده بالتخبط والعشوائية. ففريقنا فريق يعني ضعيف بكل ما تحمل الكلمة من ضعف وهوان، يعني اتمنى مدرب فيلود وخالد بخيت يجلسوا مع اللاعبين يحسون على البذل، يحسون على العطاء، يحسون بأنه هم بيمثلوا المنتخب السوداني وبيمثلوا شعب يعشق لكرة القدم، شعب بيتمنى الفوز وشعب ما بيتمنى الخسارة. يعني التواجد الكثيف للجالية السودانية في استادات الدوحة ما أتى من فراغ، من حب الناس لكرة القدم ومن عشق البلد. يعني جميل، انا بحضر، انا بتذكر في الدوحه مباراه الهلال والمريخ وبايرن ميونخ، لدرجه انه احنا مشينا من السعوديه هنا والجمهور السوداني ادهش العالم في ذاك المباراه. الجمهور السوداني الكثيف يعني مساله مؤسفه انهم ما بيفرحوا، يعني احنا قدر ما نفتش الفرح في الاستادات ما لاقين. دم الموضوع يا مدسر، المنتخب المصري ومباراه السوداني يوم السبت مع المنتخب المصري. نعم، المنتخب المصري واجه مشاكل كبيرة جدا من تصفيات كأس العالم وصولا للبطولة اليوم مباراة الأولى في البطولة العربية. فالفكرة في المنتخب المصري، المنتخب المصري يضم عناصر ممتازة جدا في كل الخطوط، في معظم الخطوط، حتى في غياب محمد صلاح، غياب اللاعبين المحترفين، المنتخب المصري بصورة فردية ممتاز جدا، لكن جماعيا فيه مشاكل. المسألة دي كانت مع حسام البدري وصولا للمدرب الجديد كارلوس كيروش، ما في تغيير كبير في الشكل الجماعي للمنتخب، لا زال المنتخب يعتمد على الأمور الفردية، وهو أقل بدرجة من المنتخب الجزائري في مسألة الترشيحات. لكن كأسماء ممكن تتوقع أنه يرتفع النسق مستقبلا مع المباريات. مباراتنا معهم ما تقدر تجزم بأنه الشكل حيكون كيف، ممكن منتخبنا يقدم مباراة غير متوقعة كردة فعل ومثلا يطلع بتعادل أو يطلع بنتيجة إيجابية، وممكن نقدم الأسوأ
دي طبيعة اللاعب السوداني، ما بتقدر الاحتمالات مفتوحة يعني. ما بتقدر تتوقع إنه مثلا يعني الليلة كان مثلا لو قلنا في المباراة الليلة الشوط الثاني دخل جزول نوح وقدم أداء كويس جدا كان خلاص، ما بتقدر تجزم إنه يوم السبت لو لعب الجزول نوح ممكن يقدم نفس الأداء، دي طبيعة اللاعب السوداني، ممكن يلعب يوم السبت يكون أسوأ لاعب في 11 لاعب، أبو عاقل قدم مستوى كويس بعد ما دخل في الشوط الثاني نفس الشيء، ما ممكن تتوقع إنه المباراة الجاية المفروض يبدأ أساسي بناء على ما قدمه في المباراة. فنحن عندنا مشاكل كبيرة جدا، المشاكل المرتبطة بالتكوين، ودائما بنتكلم عن التكوين، المشكلة نحن عارفين إنه عندنا مشاكل في التكوين وبنتكلم عن مشاكل التكوين مما بدينا نلعب كرة القدم، وما حصل أي خطوة في إنه كيف الاتجاه الصحيح نصلح مشكلة التكوين دي، المفروض بأكاديميات بدور ناشئين. فالاتحاد العام الحالي هو في بداية دورته، المفروض يكونوا صادقين في إنهم عندهم الرغبة في إنهم يقدموا فائدة للبلد ويقدموا خدمة لكرة القدم في السودان، والبلد فيها عشاق بالملايين لكرة القدم. خذ بصمتك، متاح لك الوقت، اجتهد في إنك تعمل دور ناشئين، دور شباب، مراحل سنية، في إنك تتواصل مع أكاديميات تابعة لأندية، في إنك تستقطب الدعم من الدول الممكن تساعدك في إنشاء أكاديميات أو غيره. الإمكانات في الحاجة دي هي بتوضح إنه مستقبلنا هيكون كيف. ممكن كمان يكون نفس الاتحاد الفات ونقعد بعد 3 سنوات نكون في نفس النقطة، ويكون هم أسماء مرت على الاتحاد العام في فترة مليانة بالإخفاقات وما حصل جديد، فالمزألة متاحة بالنسبة لهم إنهم يجتهدوا يقدموا الأفضل ليكونوا أسماء يذكروا تاريخ كرة القدم السودانية. جميل، رسالة زي متصل لإدارة الكرة أو من يتولون أمر الكرة في السودان. نعم والله رسالتي لهم طبعا ما الشغلانية ما قضيت هجوم وإحباط يعني، وكلام الشغل ده نابع من إحباط عن الهجوم، ولكن نتمنى الناس تخلص في إنها تقدم أول شيء للبلد يعني. أنت بتضع عليه خطة تكون إزعافية ولا خطة طويلة المدى. السودان يعني في جوانب دي يمكن ما في حاجة في, في, في أي جانب من جوانب الحياة في السودان يعني ماشية فيها الحياة بصورة طبيعية، من صحة من تعليم من أي حاجة فيها خلل وفيها فشل. فنتمنى إنه الناس تخدم للبلد وتحاول تعمل لنا خطة إزعافية وتصميم ملاعب، تشتغل على بنية تحتية، تشتغل على تنشئة أو تأسيس للاعبين منذ الصغر يعني، ويهتم بالجوانب بتاعت التعليم وبتاعت الصحة. ونتمنى في خلال السنوات القريبة القادمة نشوف يعني السودان بالذات الكرة في أبهى صورة يعني. طيب أنا دار أختم المحور ده بشكل كامل. مدسر عندك إضافة دار تقول شيء؟ طيب دار أختم المحور ده بشكل كامل وليس بعيدا، ما حنمشي بعيد. الآن تجرى أحداث مباراة، المنتخب المغربي تقدم بهدف حسب ما أفادوني على المنتخب الفلسطيني الدقيقة يمكن 33 الشوط الأول، لكن في نفس البطولة مونديال العرب بقطر المنتخب السعودي بعد قليل أو بعد لحظة بعد دقائق من الآن في مواجهة قوية أمام المنتخب الأردني أبناء عدنان حمد. قمنا بإعداد تقرير عن هذه المباراة، نسمع التقرير ونجي نتكلم عن مواجهة الأخضر السعودي والمنتخب الأردني. طيب استمعنا لتقرير عن المنتخب السعودي والمباراة المرتقبة والمتوقعة اليوم أمام المنتخب الأردني. مباراة ليست بالسهلة، المنتخب السعودي يشارك بالصف الثاني أو لاعبين مواليد معظمهم مواليد 99 أو أكبر من يعني 99 فما فوق، مشاركة رغم عن ذلك الأخضر السعودي له قيمة. الأخضر السعودي طبعا الكبير متصدر التصفيات الآسيوية بالعلامة، ربما يعني بتعادل واحد في مجموعة ضمت أعتى فرق القارة الآسيوية اليابان واستراليا والصين عمان، لكن نحن الآن بصدد الحديث عن المنتخب المشارك في مونديال العرب بقطر. مدسر، الأخضر السعودي والمنتخب الأردني مباراة على صفيح ساخن، كيف تقرأ هذه المباراة؟ نعم بكل تأكيد التوجه العام في المنتخب السعودي بشكل ظاهر جدا، المنتخب السعودي يشارك باللاعبين المنتخب الأولمبي
موارد 99 فما فوق. ولاعبين المنتخب الأولمبي نفسهم دائما نحن تكلمنا في حلقات كثيرة عن المنتخب السعودي، تكلمنا عن أسماء زي عبد الإله العمري، زي سامي النجعي، أسماء الدرجة عبد الله الحمدان في المنتخبات. فلما تشارك مع المنتخب الأول ما بيكون في رهبة، ما بيكون في قلة خبرة مع أنهم في أعمار صغيرة، وده حاليا المخطط له مع المنتخب الموجود في البطولة العربية. المنتخب الموجود في البطولة العربية هم لعيبة صغار في السن يقدموا فيه مستويات كبيرة في الدوري وقريبين من الانضمام للمنتخب، أو هم موجودين في المنتخب الأول بس ما قاعد يشاركوا بالصفة الأساسية، زي سعود عبد الحميد، زي أيمن يحيى، عبد الله الحمدان، فراس البريكان، نتكلم عن حسان تنبكتي لاعب الشباب المدافع الراجع من إصابة، الحارس محمد الربيعي. فالأسماء دي كلها البطولة الهدف من الاتحاد السعودي في المشاركة بالأسماء دي إنه يكونوا في جاهزية خلال مسيرة المنتخب في التصفيات، لو يحتاجوا لأي لاعب يكون في جاهزية كويسة واكتسب خبرات في إنه يدعم المنتخب، بالإضافة إلى إنه المنافسة في البطولة، بالإضافة إلى إنه التفكير مستقبلا في إنه بعد سنة في كأس العالم المنتخب يكون موجود، وأكيد بيكون في عدد من العناصر الموجودة دي موجودة مع المنتخب بالمشاركة في البطولة العربية بالاكتساب للخبرات بعدها الوصول للمنتخب الأول. طيب المنتخب السعودي بالصف الثاني أو منتخب الأولمبي ولاعبين صغار السن أمام منتخب مدجج وقوي، ليس منتخب سهل المنتخب الأردني، مباراة صعبة على الأخضر السعودي اليوم رمضان. دائرة الكرة والدائرة الفنية بتاعت الكرة في السعودية هنا ما بتنظر للفوز بالبطولات، إنها بتنظر في كيفية مواصلة المنتخب الأول باللاعبين المميزين الذين يعني يرفضوا من الدرجات الفئات السنية. فهم نظرتهم ما الفوز بالبطولة، المشاركة، مشاركة في البطولة و تأهيل اللاعبين القادمين للمنتخب الأول كبدائل في باقي منافسة تصفيات كأس العالم بالنسبة للمنتخب الأول. أنا نظرتي للمنتخب السعودي، الناس ما بتنظر زي ما قلت لك في اللحظة ناو لقدام، بس ممكن الفريق ده بعد 3 سنة 4 سنة يكون هو النواة بتاعت المنتخب الأول وبكل أريحية يلعب في أي منافسة تنطرع على الساحة. ده التخطيط المفروض يكون سائد لكل الدول. فمنتخب النشام الأردني منتخب ما سهل، منتخب قوي وصعب الميراث يعني. فنحن بنشاهد في مباراة إن شاء الله راح تكون ذات قيمة فنية عالية، فيها الندية، فيها الإثارة ما بين شباب وفريق أول المنتخب الأردني. طيب مدرب المنتخب السعودي اللي هو لورينت اليوم يعني صرح انه اول مره الناس حتشوف سعود عبد الحميد في المحور، دايرك تتكلم عن قوام المنتخب السعودي وتكوينه وتشكيله. نعم المنتخب السعودي في الغالب في حراسه المرمى يكون محمد الربيعي، هو موجود محمد الربيعي وزيد البواردي حارس الشباب، بالاضافه الى نواف العقادي الحارس الاحتياطي في نادي النصر، وكلهم حراس كويسين جدا، لكن خبرات محمد الربيعي مع المنتخب الأولمبي مع المنتخب الأول أكثر من بقية الحراس بالمشاركة بحساسية المباريات. مع الأهلي في الفترة الأخيرة يشارك بعد إصابة العويس، وهو أكثر جاهزية وحساسية في خط الدفاع. في أسماء كثيرة جدا يعني مميزة، نتكلم عن خليفة الدوسري، نتكلم عن حسان تبكتي، نتكلم عن لاعب الفيصل وليد الأحمد لاعب مميز جدا، نتكلم عن نواف بوش لاعب الفتح، مدعب الحربي واحد من نجوم الدوري السعودي الظهير الأيسر لنادي الشباب حاليا، قدم في مستويات كبيرة جدا مؤثر جدا. فوسط الميدان في حامد الغامدي لاعب الاتفاق، في سعود عبد الحميد حيشارك في الوسط، أنا مهند الشنقيطي أيضا موجود، تركي العمار لاعب الشباب، أيمن يحيى في الجانب الهجوم، في عبد الله الحمدان، في فراس البريكان. فالأسماء كلها أسماء مشاهدة في الدوري، مشاهدة مع المنتخب الأول، تقدم في مستويات كبيرة، تحتاج للفرص. يعني من الصعب جدا المشاركة في المنتخب الأول مباشرة في ظل جاهزية عدد كبير جدا من اللاعبين في الدوري السعودي ونجوم وأسماء وخبرات. فهذه فرصة بالنسبة للأسماء دي لأنه يقدموا مستويات كبيرة، يقدموا مستويات فنية كبيرة على أساس أنه ينافسوا في المراحل الجاية على خانة أساسية في المنتخب الأول.
طيب رمضان، القوام اللي ذكره مدثر منتخب ربما صغار في السن، نعم لعب مباراه، ما يعني الناس بتتخوف انهم يمكن عدم الاحتكاك وكذا، فانت رجل مدرب يا رمضان، هل انت مع الناس اللي بتمشي في انه اللاعب ده عديم خبره او قليل خبره في انه يلاقي منتخب كبير ومنتخب جاهز بقياده زي منتخب الاردن بقياده المدرب العراقي عدنان حمد؟ والله ما في تخوف، بس انت لو ذكرت الغايب اللي اتقالت دي، زيد البواردي بشارك مع الشباب، الربيعي بشارك مع الاهلي، مهند الشنقيطي بشارك مع الاتحاد، وخليفه الدوسري يمكن ما شارك كثير مع نادي الهلال، وليد الاحمد بشارك، متعب الحربي بشارك، فكل اللاعبين دول اغلبيتهم بيشاركوا مع انديتهم وفي قمه الجاهزيه، فما في تخوف. راح يقدموا فعلا مباراه في دوري قوي، يعني في دوري قوي يعني فيه 8 محترفين وهم بيشاركوا كاساسيين في فروقهم، وما في تخوف، وان شاء الله راح يكون نجوم تسطع في سماء الدوحه اليوم. طيب اذا افترضنا انه المنتخب السعودي الكبير ما شارك بلاعبته الاساسيين، لماذا لم يقود هيرفي رينارد هؤلاء من واقع الثعلب؟ طبعا مدرب من يعتبر من أذكى وأدهى المدربين على مستوى العالم. والله هي مسألة أفكار وخطط. هيرفي رينارد نفسه يمكن فكرة إنه يجهز منتخب يكون مسؤول من المنتخب الأولمبي، كان في فترة مع سعد الشهري، فيدي الفرصة لواحد من مساعدين ويثق فيه تماما في إنه فكره يوصله للمنتخب الأولمبي. والحديث عن الأخطاء لأنه اللعيبة شباب، المدرب كان الخبرة، هو في الأساس الخبرة تكتسب بارتكاب الأخطاء. بالنسبة للاعبين صغار طالما هم مكونين تكوين سليم ما في مشكلة اللاعب يخطئ في مباراة الليلة ويتعلم بكرة من خطأه، ده الهدف من مشاركة اللاعبين ده، لاكتساب الخبرات اللي يحصل بارتكاب الأخطاء، بمعالجة الأخطاء نفسها في المباراة أثناء المباراة، في التمرين اللي بعده، في المباراة اللي بعدها. التراكمات دي كلها مع التدريب وتكثيف التدريب المتواصل هي بتؤدي لأن لاعب الكرة يوصل لأفضل مراحله. مسألة التكوين في المنتخبات السنية السعودية ما عليها خلاف من فترة طويلة جدا، فاللعيبة دين مؤهلين وتم تكوينهم بشكل صحيح، علينا المشاركة لاكتساب خبرات لإتاحة الفرصة لهم، زي ما ذكر أخ رمضان يعني اللعيبة معظمهم بيشاركوا مع أنديتهم، بيشاركوا في دوري قوي جدا فيه أسماء كبيرة، متعب الحربي يمكن من ثاني أو ثالث لاعب في الشباب من حيث التأثير بعد لاعبين زي إيقالو وبانيغا، مباشرة يأتي مدعب الحربي في عمر صغير جدا، في راس البريكان في الفتح، محمد الربيعي في الأهلي، فهم سعود عبد الحميد في الاتحاد، أسماء مؤثرة جدا في أنديته في دوري قوي وتنافسي، فما في خوف عليهم. بالضبط كده، التكوين الصحيح يا رمضان يقودنا لحديث، في ناس بيقول لك، في ناس بتقول ليه مثلا، طيب اوكي انا ما عندي مشكله ان الشباب يلعبوا عشان يصغروا، ليه ما عملت مزج مثلا بين جزء من الكبار ومعاهم الاغلبيه من الصغار؟ المدربين دائما يلجوا للخلطه دي، لا ليه؟ لانه ممكن كعناصر خبره يعني. نعم كعناصر خبره. نعم انا والله بشوف يعني ما دام هم اغلبيتهم بيلعبوا اساسيين في انديتهم، فما ما ما في داعي لانك تجيب له لاعب خبره من الفريق الكبير عشان يعمل لهم اضافه ولا كده، تخلون بنفس الكاريزما بتاعتهم بنفس تسمية المنتخب الأولمبي بتاعهم يشاركوا وبيقدموا إن شاء الله بإذن الله. طيب مدثر، أنا دار أطلع فاصل بس لو عندك كلمة في أقل من نص ساعة. بالإضافة إلى أن الفكرة الأساسية أنه لعيبة المنتخب الأول عاشوا فترة حق الضغط كبير جدا ما بين المنتخبات والأندية الفترة الفاتت، فدي باعتباره أنه مرحلة حق راحة سلبية، إنه لعيبة المنتخب يكونوا مرتاحين، ما يكون في تنقل، ما في غيره، ويشاركوا الشباب ديل دعم للمنتخب الأول. وبإذن الله مباراة منتظرة موعودة بعد دقائق من الآن، هذه المباراة ستجرى أحداثها هناك في الدوحة، مباراة منتظرة ومرتقبة بين المنتخب السعودي والمنتخب الأردني. إذن كل التوفيق للمنتخبات المشاركة، ويعني ما بقدر نقيف مثلا مع فريق دون الآخر، كلنا الخاسر بنقول له هارلك، والفائز بنقول له ألف مبروك. ستوفي بعودها إن شاء الله سهرة اليوم الرياضية بين الأخضر السعودي والنشامة. فاصل قصير ثم نعود من جديد لمواصلة برنامج كرتنا. مرحب بكم مرة ثانية في برنامج كرتنا على فضائية السودان الآن 24. تحدثنا عن هزيمة ثقيلة للمنتخب السوداني
ختمنا المحور الثاني عن الأخضر السعودي ومباراة المرتقبة أمام النشامة المنتخب الأردني. الآن سنطوي هذه الصفحات أو مونديال العرب بشكل كامل وننتقل مباشرة هنا إلى عاصمة البلد المضيف أو المملكة العربية السعودية إلى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من أقوى الدوريات اللي بيتابعها الناس الرياضيين على مستوى الوطن العربي. مدسر جولة 13 باحت بأسرارها أكبر مستفيدين، الاتحاد السعودي متصدر الترتيب، تعثر لبطل آسيا أمام متزايل الترتيب، أحداث كثيرة، الدوري السعودي يمضي بكل القوة والإثارة والمتعة والقيمة الفنية الكبيرة. نعم بكل تأكيد أكبر المستفيدين في الجولة 13 هو نادي الاتحاد. الاتحاد استطاع أن يفوز على الطائي في مباراة صعوبة كان فيها صعوبة نسبية، وفقط لأنه الطائي في وضع صعب كمان، فكان يهدف لأنه يحقق نتيجة إيجابية من المباراة، لكن استطاع الاتحاد بقيادة رومارينو، جروهي، أحمد حجازي، عناصر مميزة جدا، عناصر الأجنبية، أنه يفوز بهدف ويوصل لصدارة الدوري، وده بده أريحية في الفترة الجاية. في مسألة أنه الفريق حاليا عنده في فترة راحة، حاليا الفريق يقدر يراجع أوراقه ويقدر يرتب للفترة الشتوية في حال حقت عدم رضا عن مدرب الاتحاد كونترا بسبب الشكل العام للاتحاد. في عدد كبير من الاتحاديين يطالبوا بتغيير المدرب بمدرب أكثر خبرة يعتمد على التكتيك بصورة أكبر. هو المدرب الحالي مدرب تحسه يعتمد على الجانب النفسي وتهيئة اللاعبين والدعم الكبير من المدرجات وغيره، فمراحل الحسم تحتاج لمدرب عنده القدرة على أنه يكون أكثر قدرة تكتيكية، تجهيز عدد كبير من البدلة، وصول اللاعبين لأفضل مستوياته. في باقي الفرق تقريبا النتائج يعني معظم النتائج متوقعة ما عدا نتيجة مباراة الهلال بطل آسيا. نعم متعادل مع فريق أبها، وده بنتكلم المرحلة الحالية ممكن الهلال حتى في الفترة الجاية يفقد نقاط إضافية. ليه؟ المرحلة الحالية المرحلة الزمنية الحالية اللي فيها الهلال هي مرحلة في الكورة اسمها مرحلة الراحة بيقولوا عليها المدربين، ومرحلة الراحة دي المرحلة اللي بتجي بعد فترة حقت انتصارات وبطولات. خلاص دائما اللعيب عندهم احساس انه راحه ولا تخمه البطولات. لا ما نقدر نقول تشبع، هو ما زال التشبع ما بيحصل للانديه الكبيره زي الهلال، لكن منطقه راحه انه حتى لو حصلت نتائج سلبيه الفريق عنده القدره انه يرجع ينافس، الفريق عنده القدره انه يرجع يتماسك ويحقق النتائج. فبتحصل احيانا انه بعد مباريات كبيره بعد بطولات كبيره انه يحصل شويه هبوط في المستوى، ضرب بسيط، وده اللي حصل مع الهلال في مباراة أبها، وممكن يحصل لقدام عالي، لكن يظل في الدوري السعودي حاليا الموسم الحالي على رأس قائمة المرشحين الهلال والاتحاد، هم اللي بيقودوا السباق حاليا أو القادرين يقودوا السباق وفق المستويات اللي بيقدموا فيها. مع كامل الاحترام لباقي الفرق يعني كانك تجاوزت الشباب يا مدسر. نعم الشباب يقدم في مستويات كبيرة جدا بشكل واضح جدا في المباريات، فاز حتى على الاتحاد اللي يعتبر من المنافسين، لكن مشكلة الشباب انه الشباب دائما النتائج السلبية بتكون ضد فرق غير متوقعة وصغيرة زي الموسم الفات الشباب تقريبا حقق نتائج إيجابية في كل المباريات الكبيرة، نعم. لكن مبارياته ضد الفرق الصغيرة كان السبب أساسي في أنه يكون بعيد من التنافس في المراحل الأخيرة. الشباب عنده أسماء كبيرة، عنده أفضل لاعب وسط ويمكن أفضل لاعب في الدوري بانيجا، قدم في مستويات كبيرة، في عناصر محلية مميزة. أحمد الشرحي تحكمت عليه أنه أفضل لاعب في الدوري بانيجا؟ أنا أشوف أنه بانيجا بالإضافة اللي قدمه لفريق الشباب هو أفضل لاعب في الدوري. ممكن أنت تكون مثلا شايف أفضل لاعب في الدوري رومارينو حسب وجهة نظرك ونظرتك، لكن أنا أشوف إنه بانيكا أفضل لاعب في الدوري السعودي. بانيكا إنه غير لاعب كرة قدم مهاري وحريف وفنان، هو رجل قائد، ويعني زي ما بتقول عنده حاجة أكثر من إنه كون مجرد لاعب كرة قدم داخل الملعب. رمضان الاتحاد ربما بعد 25 يوم من الآن سيلاقي الاتفاق. نحن دي فترة زي ما قال مدسر فترة توقف الدوري بعد الجولة 13 تصدر مطارده المباشر تعثر في صالح الاتحاد، يعني خدمات جليلة قدمها فريق أبها لفريق الاتحاد. الدوري بشكل عام أحداث مثيرة وقوية، وكل ما لنا
الأحداث بتجذب المشاهد والمتابع الرياضي. نعم والله هو فعلا يعني كان أسبوع مشوق، الأسبوع 13 من الدوري السعودي، وأبرز يعني ثلاثة أحداث فيه كانت هي فوز فريق النصر على الأهلي بهدفين مقابل هدف. النصر ينتفض وحقق الفوز وبدأ يرجع لخط السير بتاعه، وشهدنا يعني يمكن أقوى مباراة في الدوري السعودي أنا يمكن شهدتها هي مباراة الفتح وضمك، وكانت مباراة يعني قمة الإثارة وقمة المتعة، شهدنا فيها يمكن 10 أهداف ما ممكن أنت تلقاها في مباراة وتستمتع كل هذه المتعة إلا في دوري مليء بالنجوم زي الدوري الإنجليزي مثلا، زي الدوري الإنجليزي زي الدوري الإسباني. فمن الصعب أنك تقعد لمباراة وتشاهد وتلقى فيها نتيجة زي دي مع متعة وإثارة وهجمة هنا وهجمة هناك، فكانت هي الأجمل وهي الأمتع في مباريات الدوري السعودي منذ بدايته. يعني المباراة الثانية اللي كانت هي فعلا ممتعة مباراة أبها والهلال اللي هي خدمت مصدر الدوري فريق الهلال بعد فوزه بكأس بطولة الأندية الآسيوية. الناس افتكرت انه ممكن يجي يمطر شباك أبها بكمية من الأهداف، كل الناس أيوة على حسب الفرحة والفوز ببطولة الدوري. فأبها قدمت مباراة وحرجت الهلال في كثير من لحظات المباراة. ففعلا هو الدوري الأمتع والدوري اللي يعني يديك المتعة والمشاهدة والإثارة ويخليك تتابعه مباراة كل مباراة لحظة بلحظة. يعني جميل مباراة الضمك والفتح، دائما يا منتصر في بعض المباريات بالأسماء القاعدة الرياضية الجمهور مثلا زينا الجمهور العربي اللي مثلا ما منتمين أو مشجعين أو أنصار لهذا الفروضي ما بيهتموا بها، يقول لك مباراة الضمك والفتح يا أخي يلا أقلب الرموط. فإلا نبهنا واحد في جروب بتاع واتساب قال في مباراة غريبة نارية أمشي تابعوها، فحقيقة يعني أي واحد مشى المباراة دي جاء يتكلم كلام غريب، قال إنه أول مرة يحضر مباراة بالإثارة والمتعة والقوة دي. فتخيل مباراة فيها 10 أهداف 5-5 تعادل. طيب تكلمنا عن مباراة ضمك والفتح وذلك تكلمنا عن الشباب الرائد الثلاثية. نعم نعم مباراة ضمك والفتح أنا شخصيا واحد من متابعين نادي الفتح بصورة يعني كل مباريات بحرص على إنه أحضر كل مباريات نادي الفتح، والسبب في الحاجة دي مدرب الفتح يعني بيريرا، أنا أعتبره من المدربين المميزين جدا، طريقة اللعب الأسلوب اللي بيقدمه من الموسم الماضي مع الفتح في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين، التطور الكبير اللي حصل أيضا مع السير مدرب ضمك لفريق ضمك في الموسم الحالي. فحضرت المباراة من باب إنه أنا أصلا متابع الفتح ومن باب إنه ضمك فيه تطور ملحوظ جدا الموسم الحالي وبقدم فيه أداء كبير جدا ودائما كان قريب من الصدارة. مباراة مفتوحة مباراة جميلة، الفريقين عندهم حلول كثيرة جدا، نتكلم عن كريستيان كويفا في فريق الفتح، نتكلم عن مراد باتنا، عن فراس البريكان، عن مروان سعدان لاعب الفتح المدافع، يعني عدد كبير جدا من النجوم. في الجانب الآخر نتكلم عن هلال سوداني، نتكلم عن لاعب الوسط البرازيلي المتمكن جدا بالرقم 6، في عدد كبير جدا في الفريقين يقدموا في مستويات كبيرة جدا. فالمباراة كانت جميلة جدا والفريقين كان يلعب ضمك بأسلوبه المحتاط الاعتماد على التكتيك الدفاعي المحكم والتحولات بسرعة كبيرة بالتسديدات من خارج المنطقة عن طريق هلال سوداني، عن طريق لاعب البرازيلي الآخر، عن طريق زلايا. في الجانب الآخر الفتح كويفا نواف بوشل، عدد كبير من اللاعبين المهاريين مراد باتنا فراس البريكان قدموا في مستويات كبيرة جدا. فالمباراة كانت بين فريق يقدم أصلا كرة هجومية وفريق يعتمد على التحولات، يمكن ضمك كان أقل شوية في الجانب الدفاعي في المباراة دي بسبب غايد الفريق لاعب الجزائري كان غايب بسبب تراكم بطاقات أو إصابة ما كان موجود أثر في الجوانب الدفاعية، لكن المباراة كانت شيقة جدا. ويمكن
اللي يشوفنا نتكلم عن مباراة بين ضمك والفتح لو هو ما متابع للدوري السعودي أو ما محب للدوري السعودي مثلاً متابعين الدوريات الأوروبية نقول الناس دي اللي بيتكلموا عشان دي مباراة بين الفتح وضمك. لكن أنا أشاهد كل الدوريات معظم الدوريات دوامي أسمح لي إنه أشاهد معظم الدوريات. لو حضرت مباراة ضمك والفتح واحدة من أجمل المباريات على مستوى كل الدوريات في الأسبوع حتى على مستوى الدوريات الأوروبية يعني. نعم كانت مباراة كبيرة جدا. طيب الشباب والرائد الشباب في تحسن وفي نسخ تصاعدي بشكل كبير جدا بدأ يستعيد عدد كبير جدا من المصابين. ولما نتكلم عن النسق التصاعدي نتكلم عن عناصر زي مدعب الحربي زي أحمد الشرحيلي المستوى دائما المستغير ليبانيغا كارلوس جونيور المهاجم النيجيري إيغالو مستويات كبيرة جدا لعدد كبير جدا من العناصر خطة واضحة خطة اللعب واضحة جدا مع المدرب جاموسكا. فالفريق يقدم في مستويات كبيرة جدا في نسخ تصاعدي. وكان في حديث في فترة من الفترات في البداية المدعسرة للشباب عن إغالة المدرب لكن وضح المدرب أنه استفاد من الفترة السلبية في البداية رتب أوراق الفريق حاليا ينافس على الصدارة مرشح جدا وفقا للأسماء اللي عنده وفقا لأنه حيستعيد عدد من المصابين زي حسان تنبكتي أحمد خالد الغامدي عفوا بمجرد عودتهم وإنهم يكونوا في جاهزية كويسة يقدموا له إضافة كبيرة جدا أيضا. والفريق قادر جدا أنه ينافس إلى المراحل النهائية من البطولة. في الجانب الآخر فريق الرائد مع بابلو ماشين الفريق كان يقدم في مستويات جيدة جدا في فترة من الفترات لكن في مشكلة في الجانب الدفاعي طريقة اللعب مع العناصر أنا أشوفها ما مناسبة. الفريق لعب بخطة 3-4-3 لكن على الناحية اليمنى دائما موجود يحيى الشهري أو محمد فوزير المحترف المغربي وعلى الناحية اليمنى موجود أحمد الزين. المزالة الدفاعية قاعد تأثر بشكل كبير على الفريق. أحمد الزين ولا محمد فوزير أو يحيى الشهري عندهم القدرات تخليهم يدعموا الثلاثي الموجود في قلب الدفاع في الحالة الدفاعية وبيتركوا فراغ كبير جدا. صحيح انهم بيقدموا لك الإضافة الهجومية لكن في التحولات الدفاعية ضعيفين جدا. المزارة دي تحتاج لمحاور على مستوى عالي جدا يقوموا في التغطية في ظهرهم وده ما متوفر في الفريق محتاج انه يراجع طريقة اللعب في الفترة الجاية. طيب رمضان فريقين في الدوري السعودي اكثر فرق محيرة للجمهور والمتابعين الأهلي وطبعا رمضان من الناس اللي بيميلوا الأهلي يعني أهلاوي هو طبعا الأهلي وفريق التعاون سكر القصيم ما الذي يحدث في هذا الفريقين؟ الأهلي هزم بالاثنين بهدفين والتعاون لم يستطع الفوز حتى في جولة 13. نعم والله يا أستاذ مصعب يمكن الأهلي والتعاون التعاون عناصريا هم نفس العناصر اللي غادت الفريق في الموسم السابق لنهاية كأس الملك واللي قدموا موسم كان استثنائي كان من فرق المقدمة في الدوري السعودي. في ضرب حاصل في التعاون منذ قدوم المدرب جوميز انخفاض لياغي لأنه التعاون بيستقبل أهداف في التلت الأخير للمباراة فالتعاون بقيمة بتاعة لاعبين كبار مثال تاومبا مشارك في هداف الدوري سيدري كاميسي ومانويل ساندرو وحتى على مستوى اللاعبين المحليين عندهم لاعبين جيدين جدا جدا فتعاون فريق كبير ومتوقع في لحظة من اللحظات ينهض من الكبوة بتاعته دي ويعود دفة الكرة السعودية من الفروع الغوية بتاعت المقدمة. طيب الأهلي فعلا هو فريق زي ما قلت لك هو فريق محير وفريق عناصريا يمكن عنده 5-6 خانات تكون فيها نقص حتى على مستوى الانتدابات الأخيرة الأهلي ما توفق كثير يعني عندك يمكن الخانة اللي توفق فيها ظهير اليسار ومحور الارتكاز اللي هو براديتش دير الظهير اليسار اليوسكي وبراديتش فبرازيلي اللي جابه طبعا استغنى عنه
وتاني في الحسن نداو مال القيمة الفنية العالية اللي ممكن يعني انت لاعب جايب لك مهاجم اليوم يمكن الاسبوع 13 يكون محرز له هدف ولا هدفين. ف لاعب زي ده بلاش منه يعني انت اساسا جايبه التهديف ولا اهداف. ف حسن نداو يمكن خاص على الاهلي باقي المعترفين ما قدموا للاهلي شيء. فالاهلي يمكن يحتاج في التسجيلات القادمه لخمسه لاعبين يكونوا بدائل للمجموعه اللي انت بتلعب بها. وعندك يعني لاعبين محليين عبد الرحمن غريب, عندك زياد الجهني, عندك حراسة المرمى الربيعي وقلوب الدفاع الهندي وخبراني, فلاعبين جيدين يعني. أما باقي اللاعبين فمستوياتهم متباينة يعني. الأهلي يمكن يحتاج لسنة سنتين من التضحية عشان يبني فريق حق مستقبل. طيب جميل. مدسر النصر بهذا الانتصار لحقه خارج الديار, هل هذا الانتصار عودة للطريق السكة للطريق الصحيح للنصر بعد سلسلة طويلة من الانتكاسات؟ والله هو في ظل الظروف اللي يعاني منها الأهلي ما تقدر تحكم على مباراة النصر والأهلي, هل إنه الأفضلية اللي حصلت بسبب إنه النصر في تحسن نسبي ولا بسبب السوء الموجود في الأهلي؟ زي ما ذكر كابتن رمضان الأهلي واجهته مشاكل عديدة منها الإنتاج اللي قاعد يضيفون محترفين للفريق, معظم المحترفين يعني إذا اعتبرنا إنه أليوسكي وبراديتشا محور مميزين وقاعد يقدموا الإضافة, بقية اللاعبين المحترفين بما فيهم عمر السومة ما قدموا شيء للفريق. مجموع مساهمات المحترفين في الدوري ما بين صناعة وتسجيل تقريبا بالنسبة للنادي الأهلي حوالي 9 أو 10 أهداف ساهموا فيها صناعة وتسجيل كل اللعيبة. في الجانب الآخر النصر لاعب زي تاليسكا مسجل 9 أهداف وصانع 3 أهداف, ده بيوضح لك الفوارق الكبيرة بين القيمة الفنية للمحترفين والنصر فاز في المباراة ما بشكل تكتيكي أو يتفوق في المباراة بسبب الفرديات. لما نتكلم عن الفرديات نتكلم عن أنه أمين بخاري في حراسة المرمى كان مميز جدا متلق. في الدفاع علي العجامي ومنصور الشمري كانوا مميزين جدا في وسط الميدان, عبد الله الخيبري قدم مباراة كبيرة جدا في المحور, بالإضافة إلى تاليسكا في الجانب الهجومي لا. بالإضافة إلى خالد الغنام أيضا لاعب المنتخب الأولمبي الراجع بعد غياب طويل جدا من عدم المشاركة, فبفرديات بتفاصيل بسيطة جدا النصر فاز في المباراة. فده ما بديك أي إيحاء عن إنه هل النصر كان في تحسن أو لا, ممكن يكون الجانب الفردي طغى وما دائما الجانب الفردي بيصنع لك التفوق في المباريات. يعني مثلا لو لعبت زي ضد فريق زي الاتحاد الجانب الفردي ما بيصنع لك التفوق وفقا لأنه الاتحاد تكتيكيا أفضل عنده عناصر مميزة ما زي الأهلي خاصة العناصر الأجانب كمنظومة كويس, فأنت بالفرديات ما حتقدر تتفوق عليه وعارفين إنه الجماعية دائما تغلب. في النصر في أمور عالقة المفروض يتم حلها منها مسألة المدرب, النصر طيب. الفريق الوحيد اللي تغيروا فيه ثلاثة مدربين في الفترة الوجيزة دي, ده نفسه بيأثر بشكل كبير. في انتظار المدرب الثالث يعني الرابع. طيب في الترتيب كالآتي لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان, الاتحاد في الصدارة ب 26 نقطة, الشباب ب 25 نقطة مركز الثاني, ضمك في المركز الثالث ب 25 نقطة متساوي مع الشباب مع فارق الأهداف الشباب متقدم, الهلال ب 10 مباريات يعني أقل الفرق اللي لعبت مباريات, الهلال 10 مباريات ب 20 حتى لو فاز في مبارتين ما حيستدر على حساب الاتحاد, الاتحاد حيكون محتفظ بالصدارة. الفيحاء في المركز الخامس ب 18 نقطة, الرايد في المركز السادس أيضا ب 18 نقطة, النصر خلفهم في المركز السابع ب 17 نقطة, الاتفاق في المركز الثامن ب 16 نقطة, الأهلي في المركز التاسع ب 15 نقطة, الفيصلي في المركز العاشر ب 15 نقطة, أبها في المركز الحداشر ب 14 نقطة, يجي بعد أبها الفتح ب 13 نقطة, الباطن في المركز 13 ب 13 نقطة. المناطق الخطرة جدا مناطق الهبوط المنطقة الحمراء, التعاون فريق الكبير سكر القصيم بين 13 مباراة في المركز 14 ب 11 نقطة فقط متساويا مع الحزم اللي في المركز 15 ب 11 نقطة أيضا, وأخيرا
متزايل الترتيب، فريق الطائي في المركز 16 من 12 مباراة 10 نقاط فقط. عندكم شيء تضيفيه على مستوى الدوري السعودي؟ مهم جدا بالنسبة للفرق اللي في مؤخرة الترتيب زي التعاون مثلا، باعتبار واحد من الفرق الداخلة على تنافس آسيوي، وعارفين إنه التنافس الغربي بشتتك في مسألة الدوري، التركيز على بطولة واحدة يكون صعب. فمطلوب من الفرق زي فريق التعاون مثلا. بالنسبة للأهلي مثلا أيضا، النصر قريب من منطقة، بالمناسبة الفريق كله 4 أو 5 نقاط من منطقة الهبوط بين الفرق دي، ما فريق كبير. أنت تتكلم عن فريق ب 13 نقطة في منطقة الهبوط، والنصر 17 نقطة. نعم عنده مباريات مؤجلة، لكن على الفرق دي أنها تنتبه. كل الفرق التنافس في الدوري السعودي حاليا بقى اسمك ما بيصنع لك حماية، ولا بيكون حماية بالنسبة لك، ما قدمت مستويات كويسة. أنت التعاون ممثل آسيويا، ممكن تلقى نفسك في منطقة الهبوط وممكن تهبط. نفس الكلام بتقال عن باقي الفرق المفروض يصحوا أوضاع الفرق الكبيرة. نتكلم عن الأهلي، نتكلم عن النصر، المفروض يكون في تحسن في الفترة الجاية حتى يرجعوا لمناطق التنافس. الفرق المهددة بالهبوط أيضا، فريق زي الطائي يمثل منطقة الشمال، بالنسبة لهم مهم جدا أنه يكون في فريق موجود، المفروض يتدارك أموره في الفترة الجاية، على أساس أنه بعد الغياب الطويل رجع الفريق للتنافس على المستوى الأول في دوري المحترفين، ما يرجع يغيب مرة ثانية. طيب جميل. دارت بصفحة المنتخب أو الدوري السعودي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وننتقل مباشرة إلى كأس العالم للأندية. فرق عربية، كأس العالم للأندية تتحدث اللغة العربية، البطولة تتحدث العربية. الأهلي المصري، الهلال السعودي، الجزيرة الإمارات المستضيف، دوري منتظر أو بطولة منتظرة قوية، مسيرة صعبة جدا جدا. بالتأكيد حنفقد واحد من يا الأهلي يا الهلال يا الجزيرة، ثم قبل مباراة تشيلسي، أو تحديدا أنا ما متأكد من المسار كيف بالميرس وتشيلسي ديل على رأس الغوايم الرئيسية. ديل بيجوا في الدورة الثانية. الهلال راح يقابل غالبا الجزيرة الإماراتي وأوكلاند النيوزيلندي. نعم. الفائز منهم بيلاقي الهلال، بيلاقي الهلال فائز الهلال، والفريقين ديل بيلاقي تشيلسي، وبعد ذاك الفائز منهم بيصل للمباراة النهائية. المسار الثاني اللي هو فيه بالميرس البرازيلي مونتريال المكسيكي، نعم، المكسيكي، والأهلي المصري. يعني الأهلي حيلاقي مونتريال المكسيكي مبدئيا، إذا فاز عليه بيمشي يلاقي الفريق أوكلاند. الفائز من أوكلاند والفريق البرازيلي. نعم. طيب أنا دار أتكلم عن حظوظ الفرق دي، يعني كده نمسك الأهلي الهلال السعودي أولا. نعم، هل الطريق سالك إنه يمشي لحد ما يلاقي تشيلسي أولا؟ والله الهلال عنده لاعبين ذات قيمة فنية عالية، ممكن مش ممكن يمكن مؤكد انه يكون ضارب مع تشيلسي موعد في المربع الذهبي. فللجزيرة الإماراتي ولا أوكلاند النيوزيلندي ممكن يقيفوا عقبة في طريق الهلال. الهلال فريق قوي، فريق متمرس، فريق بتاع بطولات، فريق بيؤدي في موسم استثنائي، فايز قبل أسبوع ولا أسبوعين ببطولة الأندية الآسيوية، وده بيدول حق في إنه يكون طرف في دوري الأربعة ضد تشيلسي الإنجليزي، هم لغاية الأزرقين. طيب حظوظ الهلال بنفس الطريقة. نعم نعم، بكل تأكيد الهلال مرشح بشكل كبير لأنه يكون موجود في نصف النهائي، يبغض للإمكانيات للمحترفين، يبغض لكل شيء، مفضل أفضل من الجزيرة الإماراتي، مع كامل الاحترام لنادي الجزيرة الإماراتي لأوكلاند الفريق الآخر، لكن الهلال بشكل كبير موجود في نصف النهائي في مواجهة تشيلسي، وبعدها نقول إنه تشيلسي مفضل لأنه يوصل للنهائي، ويظهر للإمكانات الكبيرة والفارغ الكبيرة بكل تأكيد، لكن ننتظر ونشوف. في الجانب الآخر، في المسار الآخر، حسب وجهة نظري بشكل كبير جدا حظوظ الأهلي كبيرة جدا، الأهلي المصري، في إنه يكون موجود في النهائي، ودي فرصة تاريخية بالمناسبة. الأهلي آخر بطولة، آخر نسخة وصل للمركز الثالث، كانت ثالث العالم، وثالث العالم بعد ما قابل بايرن ميونخ في نصف النهائي وتحزم 1-0. نعم. فكانت سبب في إنه يلعب ويجي المركز الثالث. فمسار
مع الميراث نفسه انا شفته في مباراته قبل يومين في نهائي ليبرتادوريس مع الفريق المخيف. الاهلي المصري بامكاناته بلاعبينه بالخبرات, نتكلم عن فريق شارك في 7 نسخ في كاس العالم, موجود في 7 نسخ, واصل لثالث العالم, عنده إرث كبير جدا, واحد من هدافين البطوله التاريخيين محمد ابو تريكه, والفريق عنده ثقافه حقت بطولات, عنده إرث كبير في البطوله, الفريق فرصه ذهبيه بالنسبه له انه ما يكون في مسار بطل اوروبا في انه يوصل للنهائي. نعم يعني الطريق سهل للاهلي بينما صعب للهلال. نعم مشكله الهلال مسار الهلال فيه تشيلسي, وتشيلسي طيب. فريق فيه تطور مستمر مع الاسماء الموجوده فيه ومع المدرب على بال توخيل المدرب. طيب يا رمضان, انا عندنا لسه فرصه حنتكلم عن البطوله دي كثير, دار امشي مباشره للمحور اللي هو الدوري الانجليزي. القمه متدسر منتظره يعني في على حساب الجوله بين مانشستر وارسنال. طيب قراءتك للمباراه دي؟ والله من الصعب التنبؤ بالمباراه كنتيجه, صعب جدا التنبؤ بالمباراه. احنا نتكلم عن تحسن نسبي لمانشستر يونايتد بعد إغالة سولشير وتعيين مايكل كيريك المساعد كمدرب مؤقت لحين وصول المدرب الجديد, ففي تحسن نسبي في مانشستر نعم, لكن التحسن النسبي ده هل هو نتاج الصدمة حق تغيير المدرب؟ الصدمة المعروفة اللي بنعرفها بعد تغيير المدرب دائما تحصل مسألة حق حماس في انه جاي مدرب جديد, انا المفروض اقدم احسن ما عندي حتى احجز مكانتي اساسي غيره والتفاصيل دي, ولا في تحسن فعلا بسبب انه المدرب كرك حاليا شفناه غير طريقه اللعب في المباراه الاخيره ضد تشيلسي, قدم اداء كبير جدا في ملعب تشيلسي وخرج بنتيجه تعادل, فننتظر ونشوف. بالنسبه لارسنال, ارسنال يقدم في مستويات كبيره مختلفه جدا الموسم ده. طيب رمضان, مباراة قوية على حساب الجولة 14 في الدوري هناك في واتفورد أو في أولترا فورد, في الأولد أولترا فورد معقل الشياطين الحمر الريد ديفلز اللي هم مانشستر يونايتد في مواجهة حتمية مع الجانرز الأرسنال. نعم مانشستر سيتي بعد إغالة المدرب مانشستر يونايتد بعد إغالة المدرب سولشاير وقيادة دفة التدريب لمايكل كيريك, يمكن حدثت نقلة من الناحية النفسية للاعبين وقدموا مباراة قوية جدا مع مصدر الدوري الإنجليزي تشيلسي وطلعوا متعادلين في المباراة دي. ده عامل يكون فيه الدعم النفسي وللاعبين في خوض غمار باقي منافسات الموسم لحين يعني آيات المدرب الفريق الجديد ويمسك زمام التدريب. أرسنال يمكن نتائجه في ثبات, أول الخسارة المفاجئة كانت أمام ليفربول برباعية نظيفة يمكن عطلت مسيرته, وغاد مباراة بعديها مع نيوكاسل حقق فيها الفوز بهدفين ساكا وجبريال. هي مباراة راح تكون مباراة واعدة, مباراة غمة بحق وحقيقة, مباراة يعني صعبة التكهن بنتيجتها. ترشح مين انت على الورق؟ نعم على الورق انا والله ارشح نتيجة التعادل, تعادل بين مانشستر وارسنال. انا اتوقع انه انا شخصيا برشح الارسنال انه يصفر بين نقاط اليوم من اولترا فورد. مدسر اذا اتكلم عن مباراة سهرة اليوم الرياضية, ايضا سهرة كبيرة الساعة 11 بتوقيت مكة المكرمة, ليفربول امام ايفرتون, مباراة نعم صعبة جدا. نعم ديربي مديرة ليفربول بين ليفربول وايفرتون, مباراة كاسماء صعبة جدا, لكن على الورق المباراة ما أظن تكون فيها الصعوبة الكبيرة لليفربول وفقا للنتائج اللي بيقدمه كل فريق في البطولة الحالية. ليفربول يقدم في مستويات كبيرة جدا مع مدرب كلوب, يحقق في نتائج إيجابية, انتصارات متتالية, عنده مفاتيح لعب, واحد من أكثر الفرق اللي عنده مفاتيح لعب في الدوري الإنجليزي. نتكلم عن محمد صلاح, نتكلم عن ساديو ماني, نتكلم عن دييغو جوتا اللاعب البرتغالي, تياغو الكانتارا في وسط الميدان, الظهيرين الجنب سواء روبرتسون او ارلوند, اسماء كبيره جدا, فان دايك في قلب الدفاع, الحارس اليسون الحارس البرازيلي, اسماء كبيره جدا. في الجانب الاخر ايفرتون يقدم في مستويات اقل من المحتاط من ايفرتون,
السنة فات ايفرتون يبدو انه كان افضل مع انشيلوتي الموسم الماضي، قدم اداء افضل من الموسم الحالي، بالاضافه الى مساله الاصابات. في مشكله اصابات كبيره جدا، غيابات عديده في فريق ايفرتون، منها افضل لاعب في الفريق في الجانب الهجومي اللاعب كولفرت ليوين، ابرز لاعب في الفريق في الجانب الهجومي، غايب من فتره طويله جدا. فالمباراه اقرب لانه يكون ليفربول طرف الفائز في المباراة، المرشح للفوز في المباراة، إلا لو حصلت مفاجأة كبيرة، ودي مسألة واردة جدا يعني في التفاصيل بسيطة أحيانا في المباريات تفرق، مثلا اللاعبين ما يكونوا في يوم، ممكن يحصل طرد في بداية المباراة للاعب لعيبة ليفربول، لكن في الشيء الاحتياطي لو قدموا لعيبة ليفربول أفضل ما عندهم، متوقع أن المباراة في طريق مفتوح لليفربول. طيب رمضان، ليفربول قوة ضاربة حاليا في العالم، إن لم يكن الفريق الأفضل ففي التأكيد في الخمسة الأفضل في العالم، تشيلسي وبايرن ميونخ وليفربول. ديربي مدينة ليفربول هو يسمى بديربي ميرسي سايد، فهي فعلا موقع يعني جاء حديث المدينة وكده هنا، فمباراة صعب التكهن بها يعني بين، رغم انه الليفر يحتل المركز الثالث في الدوري الانجليزي وايفرتون في هذا الموسم يمكن يحتل المركز ال14 وفريق يعني مستواه نزل من خلال هذا الموسم وما بقدم فيه مستويات كويسه، فهو ديربي مدينه وما بيخضع لمراكز، ففعلا راح تكون مباراه صعبه، بس كفه الليفر يمكن ترجح بقياده الرباعي مانيو ومحمد صلاح وديغو جوتا وفيرمينيو، ده خط هجوم يعني ممكن يكون الافضل على مستوى العالم، انا بشوف يعني خط هجوم قوي جدا جدا ومديانس وبيلعبوا باريحيه كبيره وما في بيناتنا يعني، لذلك هم وضعوا ليفربول في المقدمه من خلال الثلاثه فرق المتصدره والبتنافس على مستوى الدوري الانجليزي. طيب جميل يا رمضان، مع الرغم انه المباراه في ملعب جودسون بارك، نعم مباراه صعبه حتكون بالتاكيد، ما سهله ليفربول مفخخه. ترتيب الدوري الانجليزي، طيب مباريات اليوم هي اللي حتلعب الاربعاء اليوم، ساوثهامبتون مع ليستر سيتي، ويست هام مع برايتون، واتفورد مع تشيلسي، وولفرهامبتون مع بيرلي، واستون فيلا مع مانشستر سيتي، والقمه الكبيره اللي قلناها ايفرتون ليفربول، مباراة الخميس غدا توتنهام مع برينتفورد، ومانشستر يونايتد مع أرسنال، دي القمة بتاعت الجولة 14، مباراة ستلعب على الدقيقة مثلا الساعة 11 ربع، خلاص الأوروبيين بدأوا في التوقيت الشتوي. ترتيب الدوري الإنجليزي الخمسة فرق الأوائل، تشيلسي متصدر، مانشستر سيتي في المركز الثاني، ليفربول، واستهام أرسنال، هذه الخمسة الأوائل. الفرق في مؤخرة الترتيب، المركز 16 ساوثهامبتون، 17 واتفورد، 18 نورش سيتي، 19 بيرلي، و20 نيوكاسل يونايتد. نيوكاسل ما زال مركزه متأخرا، هذا الفريق اللي مستحوذ عليه صندوق الاستثمارات السعودية. طيب دار مشي لمحور مهم وأخير وأشغل الرياضيين وما زال صداه حتى الآن يا منتصر، ميسي فاز بالجائزة السابعة الكرة الذهبية، هل استحق ميسي حقيقة هذه الجائزة ولماذا؟ والله عندما مزارة النقاش استمرت لسنوات عديدة من بداية كريستيانو وميسي والتنافس بينهم، سبب النقاشات الكثيرة دي بسبب إنه الجائزة ما عندها معايير، ما في معايير معروفة للناس إنه كيف أفضل لاعب في العالم يتم، هل أفضل لاعب في العالم أفضل لاعب على المستوى الفردي أو الأفضل على حسب الإنتاج الجماعي مع الفريق والبطولات الحققة، ما في معيار، لذلك في خلاف كبير جدا. خلاص لو على المستوى الفردي الجائزة مستحقة جدا وأكثر من مستحقة، أكثر من مستحقة إنه في سنين لو تقييم الجائزة معتمد على المنتخب على الأداء الفردي، في سنين بتظلم فيها ميسي في الجائزة، لو التقييم على الأداء الجماعي يبقى في 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 في, في, في لاعبين أكثر أحقية، مثلا جورجينو لو على الجانب الجماعي على مستوى البطولات، في ايضا لاعبين ظلموا في سنين، مثلا انيستا 2010 فاز بكاس العالم وكان فايز بسداسيه مع برشلونه في موسم 2009 كان يقبع حق، فطالما
انه في جدل في الطريقه حقت الاختيار. الاختيار حيظل النقاش ده مستمر. هل السنه الجايه مثلا لو جاء مبابي ومحمد صلاح ودي بروين واختاروا دي بروين نفس النقاش حيحصل من يستحق ومن ما يستحق لانه ما في معايير. وطبعا فرنسي فوتبول نفسها مستفيده من مساله الجدل ده, بتحتمل على انه يكون الجدل ده موجود عشان النقاشات عن الكره الذهبيه, عن البالندور, تغريدات كثيره, نقاشات كثيره في كل المحطات, ده بيرفع اسهمه اكثر. فالمزاله مقصوده يعني, عشان كده ما وضحوا طيب معايير الاختيار. انت على مستوى الراي الشخصي, اذا الثلاثه لعيبه في المراكز الثلاثه الاوائل, هل الترتيب بالنسبه لك هو الترتيب الاسلم؟ يعني انت لو مدرب وخيروك انك تختار, نعم. انا على المستوى الفردي اشوف انه ليونيل ميسي من 2007 بدا مع برشلونه لحد اليوم هو افضل لاعب في العالم, يعني المفروض اصلا ما ينافسه حتى رونالدو فرديا. نعم اتكلم فرديا, القيمه اللي بيقدمها لي انا كمشجع كوره فرديا ميسي والقيمه اللي بيقدمها رونالدو. ممكن انت تشوف رونالدو الافضل من الزاويه اللي انت بتشوف بها, انت بتحب مثلا اللاعب الهداف, اللاعب البنهي. لا انا كنت لاعب وسط مثلا وبحب اشوف اللاعب اللي بيأثر في المجموعه, ينزل يستلم يلعب المجموعه, يساهم في تخفيف الضغط, يساهم في صناعه اللعب. فالمساله دي التنافس بين رونالدو وميسي مختلف على حسب وجهه نظر كل واحد, لكن كاداء فردي كتأثير ميسي مستحق جدا بالنسبه للجائزه له. لو بقى التقييم الجماعي, وفي حاجه لازم نضيفها, 2020 الناس دائما بتتكلم عن ليفاندوسكي انه اتظلم. ليفاندوسكي 2021 ما اتظلم, 2020 ليفاندوسكي استحق الكره الذهبيه بكل تاكيد على المستوى الفردي, والمستوى الجماعي كان الافضل هو حتى على المستوى الفردي. نعم, نعم كان فارق. طيب رمضان جورجين هولنفسكي على زي ما قال متسر على المستوى الجماعي والارقام ما في حد قدامه, لكن ميسي اخذ الجائزه, هل تتفقين مع الكلام اللي قاله متسر؟ والله انا بختلف مع متسر. هي ناس الفرنسي فوتبول منزلين معايير بتاعت اختيار للجائزة اللي هي الأداء الفردي والجماعي خلال العام, وشي الثاني الألغاب والإنجازات اللي بيصليها اللاعب, نعم, خلال الموسم, وبعد ذلك بيجي الخلق ومسار اللاعب والأخلاق في الدوري من كروس صفراء, وحتى اللاعب العنيف هم ما بحبزوا يعطوا الجائزة, بيعطوا الجائزة للاعب الفير بلاي, اللاعب النظيف, نعم الفير بلاي, اللاعب الفنان, اللاعب المهاري, اللاعب اللي دائما بيكون في الخطوط الهجومية. يمكن مرقت مرة واحدة من التغليد ده وفاز بها الإيطالي فابيو كانافارو. نعم. فدي معايير, يعني المعيار الثالث اللي هو لا 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 الإنجازات اللي بتحققها أنت عليه. يعني ميسي حقق مع برشلونة يمكن الكوبا ديلي كأس ملك إسبانيا, وحقق مع المنتخب الأرجنتيني كوبا أمريكا, وكان هداف الدوري الإسباني يمكن برصيد 40 هدف 27 هدف كان هداف الدوري الإسباني, وكان يعني أكثر صناعة في الدوري الإسباني, وكان الأكثر استخلاص للكور من ناحية اللاعبين اللي بيلعبوا في الخطوط الهجومية معه, اللي هم كان ناس بترشح معه كريم بنزيما, ترشح معه ليفاندوفسكي, يعني تفوق عليهم في أشياء كثيرة جدا جدا من ناحية الإحصائيات والأرقام. فليونيل ميسي على مستوى الغارة اللاتينية هو كان أفضل لاعب في البطولة الأخيرة اللي فاز بها المنتخب الأرجنتيني في الأراضي البرازيلية يمكن. فالجائزة ما أتت من فراغ, أرغامه هي اللي بتتحدث عنه. حتى أنت الفرنسي فودول بتخط لك تاريخك لورا, تاريخ مشرف, تاريخ كله ألغاب, تاريخ كله. يعني أنت في النهاية متفق إنه ميسي هو أفضل لاعب في العالم, هو أفضل لاعب في العالم. حتى على مستوى ألمان زماتش هو كان ممكن يمتلك نجومية 27 مباراة من خلال الدوري الإسباني, ويستحق الجائزة بكل جدارة. جميل منتصر, طبعا أنت ختمت كلامك يعني زي ما نقوله ميسي وبعده ما بعده الطوفان, يعني تحسب تقول ميسي رقم واحد مع
اعددت يحطوا جوائز لباقي اللاعبين حسب ما في مشكله. انا بالتعريف لو التقييم بالاداء الفردي انت تتكلم عن لاعب ساهم سجل 41 هدف في الموسم في كل البطولات مع المنتخب والنادي، صنع 16 هدف مع النادي والمنتخب في كل البطولات، فايز ب 27 نجومية مباراة اللي هو مين اوف ذا ماتش، 27 مباراة في كوبا امريكا، اللاعب ساهم في 9 اهداف من 12 هدف سجلهم المنتخب في مسيرته منتخب الارجنتين في مسيرته. يعني انت تخيل مساهم باكثر من 90% من اهداف المنتخب في البطولة، وهذا المنتخب لانه يحقق بطولة الكوبا الغايبة من عام 92. طيب يا منتصر انا معك، اوكي دي حاجات جميلة. اذا تعال اخذ ميسي يمكن في فترة ما الفترة الأخيرة من 2021، يعني مثلا إذا جينا رجعنا 5-6 شهور، مستوى يعني ميسي في تراجع مريع مخيف، حاليا في باريس مستواه نهائيا يعني ما بغنى على كل الرياضيين. نعم ما في مشكلة، ما هو ده يندرج في الموسم الجديد اللي هو 21-22، وقت يجي السنة الجاية يكون ميسي ما في الثلاثة، يكون صلاح حسب بداية الموسم. مثلا حاليا أنا أشوف إنه صلاح دي بروين بنزيما هم المفروض، صلاح امبابي وبنزيما المفروض يكونوا في المرحله النهائيه بناء على الثلاث شهور المرت من الدوريات دي. لو بقى ميسي ما موجود ديل الافضل بعدها يتقيموا السنه الجايه، لكن الموسم الفات تاثير ميسي الموسم الفات في كاس ملك اسبانيا، في الدوري، في نتائج برشلونه، في دوري الابطال، في نتائج برشلونه في دوري الابطال، وصول للكوبا مع المنتخب الارجنتيني وكان الافضل ما في ذلك شك. السنة الجاية إن شاء الله نجي نتكلم مثلا لو استمر بنزيما بنفس الأعداد وكان الفائز بالكرة الذهبية، نجي نبارك لبنزيما ونقول والله بنزيما كان الأفضل في العالم في الموسم الحالي. نعم أكيد أكيد جميل. ميسي هل يمكن للاعب آخر تاني في العالم ممكن يحقق الإنجاز رمضان؟ ما أظن، لأنه ميسي ده يمكن ما يكون بشر، ممكن يكون كائن فضائي غايته، أنا ما أعرف. ما في لاعب تاني بيجي يحقق سبعة كوز ذهبية، أفضل لاعب كوز ذهبية ويكون بمستوى ميسي، دي يعني يمكن تحصل في عالم الأساطير والخرافة، لكن على أرض الواقع ما أظن. منتظر ممكن يجي لاعب يكسر قاعده. كنا بنتكلم في فترات طويله عن الظاهره، الناس كانوا بيتكلموا عن مارادونا، الناس اللي حضروا مارادونا، فما بعيد انه مثلا يكون في لاعب يجي في يوم من الايام لاعب، لكن ما يتوقع في المدى القريب انه نحن على الاقل انه نحن صعب جدا نشاهد لاعب يحقق الانجازات دي كلها، خاصه انه في الفتره الاخيره يعني معظم المواهب الموجوده تحس انه كره القدم بقت تعتمد على الصناعه اكثر من انه يكون مواهب خاصه. يعني ميسي ورونالدو كان من المواهب الخاصة البسيطة جدا في آخر سنين شفناها، بعدها بقى المزارة مزارتي إنه أنا كيف أكون هداف، أنا كيف أكون جناح، ما في الموهبة الخاصة زي موهبة ميسي مثلا أو موهبة رونالدو في المواهب الموجودة حاليا، فصعب جدا. جميل جدا، إذا نحن محظوظين جدا أو محظوظون جدا إننا شهدنا أو حضرنا عهد ميسي منذ أن كان يافعا صغيرا مصاب بهشاشة العظام، أتى إلى أسبانيا وقدم كل ما هو ممكن وجميل في كرة القدم. بهذا الحديث الجميل عن هذا اللاعب الأسطورة وصلنا تماما إلى نهاية حلقتنا من برنامج كرتنا على فضائية السودان الآن 24 على امتداد بثنا. كل الذين تابعوني تحية الحب والاحترام والتقدير والمحبة، هذه المعاني الجميلة أنقلها لضيفي داخل الاستوديو كالعادة المميز منتصر فتح الرحمن، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أخ مزعب، شكرا لأخ رمضان وللسادة المشاهدين ولفريق العمل في البرنامج. عبرك الشكر لرمضان جبارة، أيضا قدمت الإفادة والإضافة، شكرا جزيلا لك. شكرا لك أخي مزعب والأستاذ منتصر فتح الرحمن والتيم العامل ولكل من يتابعون على قناة السودان، إن شاء الله نكون أوفينا لهم بحلقة جميلة. وعبركم التحية لكل الطاقم العامل في برنامج كورتنا، وصولا لكل الذين يعملون في هذه الفضائية الوليدة. السودان الآن 24 والتي تبث من عاصمة المملكة العربية السعودية الرياض. تحية الحب مرة أخرى لكم، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة. عفوا قبل أن أختم لابد أن أشكر طاقم العمل وصولا لمخرجنا المميز هشام يوسف، وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة إلى اللقاء.